وفي مداخلة هاتفية في نشرة سابقة، أكد عدنان سيد عيسى جواد أخصائي تدريب أول بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، أكد أن خدمة السداد الموحد تتيح لأصحاب الشأن من المحامين والأطراف ذات الصلة بالدعاوى إمكانية الاستعلام عن جميع المبالغ المستحقة وإمكانية سداد تلك المبالغ عبر عملية دفع واحدة. في تاريخ 18/4/2021 قامت وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف وهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية بتدشين خدمة السداد الموحد على موقع bahrain.bh المتوفر ضمن الحزمة الإلكترونية للخدمات العدلية، وتتيح هذه الخدمة لأصحاب الشأن من محامين وأطراف ذات صلة بالملفات المسجلة في وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف. أولاً، إمكانية الاستعلام على جميع المبالغ المستحقة من رسوم خاصة بالدعاوى أو طلبات أو إصدار الرخص وغيرها من مبالغ مستحقة. ثانياً، إمكانية السداد بمجموعة من المستحقات في معاملة واحدة من خدمة السداد الموحد للخدمة، وبالتالي راح تكون هناك في سهولة. من أهداف هذه الخدمة هي السداد الموحد، هو توفير قناة واحدة لسداد أي مبالغ تخص الملفات مسجلة في وزارة العدل.